ازاي ست مصرية جوزها سايبها تحضن الرجال الأجانب قدامه بالمنظر ده؟ ست بيت ممتازة وكمان معاها دكتوراه. محمد صلاح بيتلخبط بينها وبين أختها. مين هي ماجي صادق مرات محمد صلاح؟ وإيه العلاقة اللي بينها بمدرب ليفربول اللي توصلها إنها تحضنه قدام الناس؟ كوباية الشاي بتاعتك وتعالى أقولك الحكاية من الآخر. في يوم 17 ديسمبر سنة 2013 في قرية باسيون مركز نجريج في محافظة الغربية، على الساعة 10 بالليل كده كانت محافظة الغربية كلها بتفرح عشان زفاف محمد صلاح على بنت بلده وماجي محمد صادق. بس القصة ما بدأتش من هنا، القصة بدأت من هما في ابتدائي لما البنت الصغيرة أم ضفاير ماجي حبت الطفل الطموح اللي بيحب الكورة واللي اسمه محمد، اللي ساكن معاها في نفس القرية اللي هي تربت وعاشت فيها. وفي 2013 تم عقد القران بينهم والاثنين اتجوزوا، وبعدها على طول محمد صلاح وقع مع نادي تشيلسي في الدوري الانجليزي، ومن بعدها تاريخ كبير انت اكيد عارفه كويس. نادي صلاح بقى كانت مختلفة عن معظم زوجات اللاعبين المصريين اللي بيزهقوا من اوروبا بسرعة، فهي كانت الداعم الاول ليه في كل خطوة خدها في مسيرته، وكانت احسن حد يستشيره صلاح في كل خطواته، وهي السبب الرئيسي في استمراره في نادي ليفربول واللعب في انجلترا لمدة توصل لـ8 سنين، طبعا عشان استقرار الأسرة. وكتير جدا من الجمهور المصري والناس في أوروبا شايفين إن ماجي ست غير أي ست، عمرها ما كانت بتتصنع أو تحاول تبرز مفاتنها زي أغلب زوجات وصديقات لاعبين الكرة في العالم. والحقيقة إن ماجي اللي كل الناس كانت بتسخر منها في وقت زيادة وزنها ما كانوش يعرفوا إن ليها مبادرات خيرية كبيرة جدا في مصر، تعتبر هي سبب في ان بنات كتير جدا من اهل قريتها اتجوزوا بسبب مساعدة ماجي ليهم. ده غير كمان ان ماجي عندها اخت توأم اسمها مهاب، صلاح ساعات كان بيتلخبط بينهم زمان. اما على المستوى العلمي فهي ناجحة جدا، فبعد ما بدأت حياتها الدراسية في مدرسة محمد عيد الطنطاوي مع صلاح وهي صغيرة، دخلت الجامعة وتخصصت في التكنولوجيا الحيوية، وقدرت ان هي تاخد البكالوريوس بتقدير جيد جدا. بعدها قدرت إن هي تحضر أبحاث في نفس مجال دراستها، ورغم كل ده إلا إن هي أهم حاجة عندها بيتها وبناتها الاتنين مكة وكيان اللي بتساعدهم دايماً وبتحاول تعوض غياب صلاح المستمر عن البيت. لكن في يوم وليلة الدنيا تقوم ومتقعدش، عشان في فبراير سنة 2023 محمد صلاح ينزل صورة ليه هو ومراته وبناته الاتنين على السوشيال ميديا مع الممثل الأمريكي ويل فايرل. ظهر في الصورة إن الممثل الأمريكي حاطط إيده على كتف ماجي صلاح، وده اللي خلى النخوة المصرية تفور عند كل الناس ويبتدوا إن هم يهاجموا صلاح ويقولوا إزاي راجل شرقي مسلم يسيب غريب يحط إيده على كتف مراته بالشكل ده. وبعد ما يعدي أكتر من سنة والموضوع ابتدى يتنسي، تيجي وداعية يورجن كلوب لنادي ليفربول وينشر فيديو صدم الجميع، وهو فيديو لماجي وهي بتحضن كلوب الأب الروحي لمحمد صلاح. وناس كتير قالت إن ده حرام، وإزاي محمد صلاح يقبل إن مراته تحضن راجل غريب بالمنظر ده، وإن حتى ماجي الست اللي ما كناش نعرف عنها أي حاجة اتغيرت زي محمد صلاح ونسيت عاداتنا وتقاليدنا. وده اللي خلى الإعلامية مفيدة شيحة تطلع في برنامجها على قناة النهار وتدافع وتقول صلاح عايش في مجتمع أوروبي والحياة في أوروبا مختلفة، موضوع التلامس ده شيء عادي جداً، فهل يا ترى ماجي ومحمد صلاح اتغيروا فعلا ما بقوش مصريين زينا، ولا ده شيء عادي واحنا اللي مكبرين الموضوع؟ قولنا رايك في الكومنتات، وما تنساش تتابعنا عشان تعرف الحكايات كلها من اخرها.